في مجموعة من الطرق حول العالم المفروض يتكتب عليها لا تصلح لأصحاب القلوب الضعيفة، يعني لو أنت بتحب أفلام الرعب هتيجي السواقة على هواك، لكن بقى لو بتحبش أفلام الرعب الحقيقة أن المدة اللي هتكون متواجد فيها على الطرق دي هتكون فيلم رعب حقيقي. زي زقاق الدم، وهو طريق صحراوي بيمتد شمال غرب وشرق حدود ولاية ديفادا بالولايات المتحدة، وبيطلق عليه رسمياً الطريق السريع 93، لكنه حصل على لقب زقاق الدم بسبب حوادث مأساوية وحالات وفاة مرعبة، لدرجة أن في ناس بتقول أنهم شافوا على الطريق شبح ماشي صعوداً وهبوطاً وشايل في إيده فانوس وبيظهر فجأة وبعدين يختفي. وبرضه في أمريكا في طريق اسمه مورو موجود في ميشيغان، وفي حكايتين مختلفتين عن الطريق ده. الأولى إن في شبح لواحدة ست بتمشي على الطريق وبتدور على ابنها الضايع، أما الحكاية التانية واللي أبلغ عنها كتير من المرة هي إنهم بيسمعوا أصوات غريبة لطفل بيبكي أثناء القيادة على الطريق في منتصف الليل، وبسبب ده الناس أطلقوا على الطريق اسم كراي بيبي رود أو طريق الطفل الباكي. وكمان في طريق اسمه توين مو بناء البريطانيين سنة 1977 وقت ما كانوا لسه مسيطرين على هونغ كونغ، وتم الإبلاغ عن كتير من القصص عن ظهور أشباح فجأة على الطريق السريع واللي بيتسبب في انحراف حركة المرور وتصادمها، وبالفعل حصل كتير من الاصطدامات القاتلة بسبب ده. أما بقى لو أنت معدي من على كندا وتحديداً عند زاوية شلالات نياجارا أونتاريو، في نفق هناك لو عديت منه ممكن تسمع أصوات غريبة، وكمان في معتقد غريب متداول إن لو أحد المرة أشعل عود كبريت ممكن يسمع صوت فتاة بتصرخ، يعني الجو بيكون رعب في رعب. وعموماً لو أنت مالكش في الجو ده بص على خرائط جوجل واختار طرق بديلة وابعد عن الجو ده خالص.